محمد، مين اللعيب اللي انت بتحبه في العالم؟ ميسي. ميسي. انا عارف انت قاعد بره وماتش برشلونه شغال، ان شاء الله يبقى كسب. انت بتحب ميسي جدا؟ ها جدا، بحب برشلونه كلها. بتحب فريق برشلونه كله جدا؟ تتفرج على ماتشاتهم و... كلها تابعهم. انا بحب ريال مدريد بس بشجع برشلونه، يعني بحب ريال مدريد، بشجع ريال مدريد بس بشجع، بس بحب برشلونه. لا لا، بحب ريال مدريد. طب كريستيانو رونالدو بالنسبه لك ايه؟ كنت بعشقه وهو في مانشستر.